أكد أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق أن فريق الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي فادح في مباراته أمام الأهلي التي أقيمت يوم الأربعاء، وكان الأهلي فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز. وقال ميدو خلال تصريحاته: الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي فادح في لقاء الأهلي بعد أن تغاضى الحكم محمد عادل عن طرد 100% لطاهر محمد طاهر في واقعة الالتحام مع لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، وأضاف: هذه الكرة في أي دوري في العالم تستحق الطرد. الأهلي محظوظ أنه أكمل المباراة ب 11 لاعب، نحن في بداية الدوري، لا يصلح في البداية أن نظلم أي فريق بسبب أنك خايف. وتابع: أقول لمارك كالتبرينج رئيس لجنة الحكام: يجب أن تكون هناك قرارات صارمة وتكشف عن الحوار الذي حدث بين طارق مجدي حكم الفيديو ومحمد عادل حكم الساحة في هذه اللعبة بالذات. وأتم حديثه: الأهلي ظهر منظم جدا مع كولر، ولكنه يفتقد للإبداع. ويذكر أن طاهر محمد طاهر تعرض للطرد، ولكن في لعبة أخرى كانت في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد تدخل قوي مع لاعب الإسماعيلي، وأصبح الطرد لا قيمة له حيث كان الحكم يلعب في الوقت بدل الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة. وبالتالي يجب أن تكون هناك وقفة مع الحكام، وخصوصا نحن في بداية الدوري، حتى لا تفقد المسابقة قيمتها، لأن فريق الأهلي كان سيلعب أكثر من 55 دقيقة بعدد 10 لاعبين، وكان وقتها متعادل بدون أهداف من الإسماعيلي، وكان معرض للخسارة. وعلى جانب آخر، وجه أحمد حسام ميدو رسالة نارية بشأن أزمة إقالة حسن عبد ربه مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي من جانب مجلس الإدارة. وقال ميدو إن حسن عبد ربه أحد رموز الإسماعيلي، حتى لو تصرف بشكل خاطئ في ملف الملابس، إذ لا يجب تضخيم الأزمة. وأشار إلى أن عبد ربه يحتاج للدعم في الفترة القادمة، وكان يجب الحديث معه بكل شفافية بدل من اتخاذ قرار رحيله، خاصة أنه يملك الجماهيرية والشعبية داخل القلعة الصفراء في محافظة الإسماعيلية.